ليست متاهة ولا مكانا يقصده غرباء ضلوا الطريق. هم أهل لكن الطريق أضاعهم ورسم لهم حدودا من قماش، فلم يعد هناك باب ليطرق ولا نافذة لتفتح. عدد كبير جدا 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 من الناس ما عبدا مأوى بالخيام، بيوت اللي ما مجهزة، بالأبوي، بالمداجن مثل ما الناس يكنين هلا بهاي المجاني اللي قاعدين فيها. طبعا هاي المجاني اللي قعدنا فيها قطعناها لغرف. طبعا الأهالي اللي أغلبيتهم من مناطق جبل الزاوية قطعوا، كل ناس أخذت غرفة غرفة، بس يعني تقريبا هاي المجاني وحدي فيها أكثر من 45 عائلة. مراسل تلفزيون سوريا في ريف إدلب أحمد أمين يحكي قصة تهجيره مع عائلته تحت القصف على جبل الزاوية، ورحلة بحث طويلة عن مكان يلجؤون إليه. هذه الرحلة التي صاحب فيها مئات الآلاف من هجروا، فبات الوصول إلى مأوى ضربا من المستحيل. ننزل على المكاتب العقارية برمت إدلب، يمكن أكثر من 10 مكاتب. حتى البيوت على العظم اللي ما يمليس وما يمجهز لا بشبابيك ولا بوب ولا هيك، الناس قاعدة فيه. عدد يمكن أكبر موجة نزوح لسوريا صارت بهالوقت، هذا عدد هائل جدا من الناس طلع كله باتجاه الشمال. عندما طرقت المصيبة بابه كان البعض نياما، أفلت العينان لدموعه تحكي خذلان العالم. ويقول لهم بقى لا انا اجرتك اياها لك 100 دولار وعملنا عقد. يا موسى 100 دولار اذا بيجي ابنك بدك تدفع 100 دولار، بيجي اخوك بدك تدفع 100 دولار، كل واحد بيجي بقى. هم اشبهوا برحله حول العالم، ولكن في 80 ساعه اذ بات المأوى فيها عزيزا وقد ضاقت الارض بما رحبت.